السميمي من مواليد 51، مقيم في ألمانيا من 73. كنت نشتغل في ميدان السياحة حتى لغاية 2016. والسياحة كانت يعني معروفة، السياحة التونسية بالألمان. الألمان كانوا هم الرقم الأول والرقم واحد في السياحة في تونس، والسياحة في تونس تبنت على السياحة على الألمان، ما تبنتش على جنسيات أخرين. الألمان كانوا ناس يعني متسامحين مع الشعب التونسي، وكنا احنا التوانسة محبوبين هنا في أوروبا، لأن بورقيبة غرس فينا وطنية. يعني التونسي في الوقت هذاك كان هو سفير بتاع تونس خارج تونس في أوروبا أو في العالم كله، وكنا احنا عند الألمان محبوبين. حتى لما يسألونا ما يعرفوش تونس تقول لهم يعني شمال أفريقيا، يقول لك بورقيبة، يعني بورقيبة كان يعني الفضل له في السياحة في تونس. كنا دائما يعني نخدموا لمصلحة تونس أولا، وكنا يعني حتى كيف تصير أزمات، يعني في على سبيل المثال الاتنطات اللي صار في جربة ولا صار في باردو ولا صار في سوسة، كنا احنا دائما فهمتني نشجع الألمان، لأن هذه حالات فردية مش حالات يعني هذه كانت تصير في كل أي بلاد في العالم. وكانوا الألمان متفهمين، لأن الألمان عليه شعب مثقف وشعب واعي وشعب خادم يعني متكرس يعني في ميدان البيداغوجيا، ويعني شعب متحضر يعني يفهمك. أنا عندي بنت ولد، بنتي درست من في أحسن جامعات هنا في جامعة إيرلانغن، تخرجت أستاذة يعني ألمانية وإنجليزية وفرنسية. ولدي يتبع في ميدان السياحة إن شاء الله، فهمتني الأسبوع الجاي يعني باش يأخذ البكالوريا في ميدان السياحة، ومضبية معناها يدخل ميدان السياحة، لأن السياحة هي ثقافة واللي توا في الوقت الحاضر خاصة بالنسبة لحني في تونس. احنا في تونس ما نقدروش نعيشوا من غير سياحة. السياحة هي المدخول، هي الرصيد الثاني بعد الفلاحة بالنسبة لتونس. يعني هي يعني احنا اقتصادنا مربوط بالسياحة. أم عمر، في رسالتك شنية تقول من خلال تجربتك انت للشباب اللي جايين لألمانيا او غير ألمانيا في المجال هذا او غيره؟ شنية الرسالة، شنية الوسيلة تقول لها؟ بالنسبة لي يعني انا نحترم كل ما هو شاب جاي لألمانيا، خاصة يركز اولا على ثقافته، على التعليم، على نجاح الشعب الألماني، لأن الشعب الألماني محتاج يد عاملة، ولكن محتاج الناس شرفاء يشرفوا بلدانهم. هذاك اللقاء اللي قام به زميلنا رضا معيرش مع تونسي مقيم، مع عمر مقيم بألمانيا. مواصلين وباش نحكي توا على الاتحاد التونسي للتضامن ودور الاتحاد في العودة المدرسية. قبل هذا حبيت نرحب ضيفي سي منير الحاجي، مرحبا بك سي منير. دونك الاتحاد التونسي للتضامن اكيد عنده دور كبير في احداث اللي نعيشوها في بلادنا، وخاصه توا العوده المدرسيه اللي كانت معناتها مازلنا كي رجعوا الوليدات للقرايه. دونك كيفاش حضر روحوا الاتحاد؟ شنو هو المجهود اللي قمتوا به والاعانات لوين بالضبط وجهتوها؟ يعني شكرا لك اختي يسر على اتاحه الفرصه لتغطيه نشاط الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. طبيعه الحال الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي هو حاضر يعني في جميع المناسبات اللي تهم التونسيين، وخاصه الفئات الفقيره ومحدوده الدخل، للإحاطة بها في جميع يعني المناسبات، منها العودة المدرسية، وهي يعني برنامج رسمي بالنسبه للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وسنوي. ككل سنة يعني نقوم بمساعدة أبناء تونس يعني في جميع المناطق الجمهورية بعديد المدهم بعديد المساعدات، من بينها يعني ما يتعلق بالعودة المدرسية أساسا، يعني من محافظ ومستلزمات مدرسية وملابس وأحذية إلى آخره. بالنسبة لهذه السنة يعني تم منذ تقريبا يعني أسبوعين قبل العودة المدرسية تم الشروع يعني في تنفيذ البرنامج هذا،
واللي تمثل اساسا في موافاه الابناء العائلات المعوزه ومحدوده الدخل بتقريبا 80,000 محفظه و 80,000 مقلمه وتقريبا يعني ما يزيد عن المليون 80,000 نعم 80,000 طفل يعني اللي تمت الاحاطه بهم ومدهم في يعني الاماكن بالضبط في جميع اماكن الجمهوريه. هو لعلمك اخت يوسر يعني الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عنده 24 تمثيليه في كل ولايه وفي المحليات زاد دونك قلت لكن ربما فما اماكن تستحق اكثر من اماكن اخرى ولا لا؟ ما فيش اشكال يعني طبعا الاتحاد هو التدخل نتاعه يكون في المناطق يعني اللي مستحق. من الصعب انه يتدخلوا فيها بصفه رسميه ولا ربما المناطق اللي تستوجب اكثر من غيرها يعني الحصول على المساعدات ومعناها حتى النسب يعني في المساعدات اللي نقدموها للجهات هي مختلفه حسب الحاجات يعني بكل جهه. قلت تقريبا 80,000 محفظة تم توزيعها إلى جانب المستلزمات المدرسية يعني كل محفظة فيها مستلزمات فيها تقريبا الاتحاد اقتناه ما يزيد عن 1,200,000 كراس مدرسي وتم توزيعها على الصغيرات هذوما إلى جانب طبعا كما قلت يعني من ملابس وأحذية وإلى آخره. إلى جانب ذلك يعني الاتحاد خصص ما يزيد على 240,000 دينار بالنسبة للتسجيل المدرسي والجامعي وكذلك النقل المدرسي يعني مساهمة يعني من الاتحاد في الإحاطة بالعائلات وللأبناء اللي في حالة عوز واللي ما نجمش يسجل في الجامعة واللي ما نجمش يتقدم للمصالح نتاع شركات النقل باش يقتني القصص التنقل دونك هذا كله يتدخل به الاتحاد طبعا. إلى جانب ذلك يعني لعلمك أنه الاتحاد يساهم كذلك يعني في النقل المدرسي لأبناء العائلات المعوزة خاصة بالمناطق الداخلية. الاتحاد وفر منذ يعني بعض السنوات وفر 8 حافلات مخصصة للنقل المدرسي في حالة جيدة معناتها الحافلات هذوما طبعا تعرف يعني بالليزور يعني أكيد يعني ولكن نقول أنه يعني في مناطق نائية تدخل بحافلات اللي باش تنقل الصغيرات يعني من مناطق بعيدة توصلهم للمدارس نتاعهم قلت في مناطق يعني حقيقة يعني حاجة اللي مهمة برشا طبعا فما وليدات اللي ينقطعوا على التعليم نتاعهم لأنهم يعني ما يلقاوش وسيلة نقل باش يتنقلوا. 8 حافلات قلت يعني في ولايات القروان باجة جندوبة سليانة الكاف مدنين تطاوين كلها وضعها الاتحاد يعني على ذمة شركات النقل اللي باش تساهم يعني في النقل المدرسي نتاع الصغيرات هذوم. إجمالا لو تسمحوا أختي يوسف يعني تقريبا الميزانية المخصصة لهذا التدخل تقارب 4.06 مليون دينار معناها ما يزيد على 4 مليار دوات طبعا. هذايا نحكي ثم انوتر فولي يعني مهم جدا واللي يتميز به الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اللي خلال العوده المدرسيه نحكيه زاد كذلك على الابناء في سن ما قبل الدراسه. الاتحاد يعني له 294 روضه اطفال اللي موجوده في المناطق الشعبيه والمناطق النائيه بالجمهوريه واللي يصعب على الخاص او الخواص باش يتدخلوا فيها ويبعثوا مشاريعهم فالاتحاد يبعث المشاريع هذه لفائده الابناء في سن ما قبل الدراسه معناها في رياض الاطفال واللي يشملوا تقريبا ما يزيد على 13,000 طفل من العائلات المعوزه ومحدوده الدخل. بهذا الحال تقول لي معناها المساهمات كيفاش تكون يعني نتاع العائلات هذوما هي مساهمات رمزيه على اعتبار الفئه المستهدفه هي ابناء العائلات الفقيره ومحدوده الدخل. وهذه يكون فما معناتها معلمين اللي بالاختصاص معناتها منشطين رياض الاطفال رياض الاطفال اللي متخرجين من معهد قرطاج درمش بالتنسيق مع وزاره المراه وزاره المراه اساسا خاطرهم الاطفال وهو ممول يعني البرنامج هذا وممول من وزاره الشؤون الاجتماعيه تعرف على خاطر تعرف معناتها الوليدات في العمر هذاك لازمهم معناتها ناس تاطرهم يعني مختصين معناتها مش اي حد يتعامل معاهم طبيعه الحال هو ما يزيد على تقريبا 600 مختص يعني اللي يشتغلوا في رياض الاطفال وهم حاصلين على شهاده جامعيه وفي الغرض وبتقدير تقريبا ما يزيد على 11 مليون دينار هي مخصصه يعني لرياض الاطفال من حيث تاجيرها وتسييرها وكذا يعني كل هذا يعني طبعا ما يزيدنا ان نقول انه الاتحاد يعني يشتغل كذلك في المجال العوده المدرسيه والجامعيه في اتجاه انه الاحاطه بالاطفال اللي ما يقدروش كما سيادتك تفضلت قبل شويه وقلت اللي ثم وليدات اللي
ما ينجموش يدخلوا المكتب على اعتبار يعني ما امكنهمش يعني الحصول على المستلزمات المدرسيه. وسامحني سي منير باش نسالك، التدخل الاتحاد يكون دائما في بدايه السنه الدراسيه فقط والا تكون فما مواكبه مستمره على امتداد العام؟ هو تتم الكلمة اللي قلتها وفي نفس التمشي هذا، أنه الاتحاد عندنا مشروع توا وخدمناه السنة الفارطة مع الإذاعة الوطنية ومع عديد الهيئات والأشخاص المتبرعين والمتطوعين، قمنا بحملة وطنية يعني في اتجاه أنه ما نخليوش حتى تلميذ في تونس ما يدخلش المدرسة نظراً لعدم إمكانية حصوله على المستلزمات المدرسية. سنة إن شاء الله ثم مشروع جديد يشتغل عليه الاتحاد وينفذ ممكن جدا يعني في خلال شهر اكتوبر يعني بعد مديده من العوده المدرسيه، في اتجاه انه مجابهه الانقطاع المدرسي بالنسبه للصغيرات اللي ربما يعوزهم الدخول المكتب للمدرسه بسبب العوز اللي عندهم فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسيه. فهمتك. باهي، نحب نخلي لك كلمه الختام، شنو تحب تقول توجه بميساج للجمعيات بالاخص، وهني نحكيو شويه زاده على الجمعيات اللي في الخارج، كيفاش نجم التعامل معاهم ولا لانه هام جدا كون يكون فما يكون فما تواصل ويكون فما معناتها شراكه ما بينكم وما بين الجمعيات، هذا ينجم يخف من معناتها يوفر ظروف معينه وكذول يعني كان عندكم لقاء انتم قبل مع جمعيات بالخارج. يعطيك الصحة. هو في ال 22-23 جويلية تم يعني تنظيم لقاء، يعني هو اللقاء الأول لجمعيات التونسيين بالخارج، وتم يعني استدعاء عديد الأطراف منها الديوانات المتدخلين الكل يعني منها الديوانات التونسية منها الجمعيات التونسية المنتصبة بالخارج لإبراز يعني المجهودات اللي تقوم بها. وبالمناسبة تم تكريم عديد الجمعيات اللي ساهمت مع الاتحاد في الإحاطة بالتونسيين بالداخل، وكذلك يعني تم تعريف بالإمكانيات اللي القانونية والمادية واللوجستية اللي نجم يوفرها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة الجمعيات هذه، باش معناها تعاون يعني الأبناء الداخل. إضافة إلى الجمعيات هذه يروا الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، ونرجع للبرنامج العودة المدرسية والإحاطة بالطفولة في سن ما قبل الدراسة، الاتحاد يعني أمضى مؤخرا اتفاقية مع وزارتي التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية في مجال يعني العودة المدرسية بصفة عام. أضف إلى ذلك وهذا مهم جدا نقوله، والحقيقة يعني هذا وجه تونس المشرف، معناه أنه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أمضى اتفاقية مع منظمة اليونيسف في اتجاه إحداث مراكز مرجعية للإحاطة بالطفولة في سن ما قبل الدراسة. المراكز هذه باش تكون مراكز نموذجية من أعلى طراز، من أعلى طراز تكنولوجي، واللي باش توفر يعني لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل باش توفرهم يعني الإمكانيات للولوج إلى التكنولوجيا والولوج إلى المعلومات، أي أونكور لا بروكسيميتي تاع لي سيرفيس. طبعا مشروع كبير قاعد يتنفذ، وهي ثقة يعني للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اللي وضعتها فيها المنظمات الدولية، وإن شاء الله أنا نقدر يعني في القريب العاجل نوفروا الحيطه بالتونسي. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها. باش نواصلوا توا باش نشوفوا فقره مصوره، باش نشوفوا الافلام التونسيه بالمهجر، ثم مواصلين. Je le sais dans mon cœur, tu n'as besoin de rien. Prends-en note. Toi là, douceur. Toi qui es mon bonheur, choisis-moi, je suis un antidote. Personne, quand je te ronde, je me colle contre toi, championne. Moi, je te fusionne, puis je te pétris de joie. Championne, je te fusionne. Parrainé par l'ONU depuis 2006, et vous avez pu voir quelques extraits de tout ça. Très touché de recevoir ce trophée de la paix. Merci à Hélène pour son humanité. Elle a réussi avec succès à rapprocher les hommes, même si le chemin est encore long. سهرة السلام وما أدراك ما السلام، تكريمات لوجوه كان لهم وقع في اتجاه السلام في
في المنطقة بشكل عام. عزيزين لو تحط لنا النشاط هذا والتظاهرة في إطاره. حبيت مرة أخرى نشكر الوطنية الأولى والوطنية الثانية تلفزتنا العزيزة اللي هي دائما تبع في الأحداث كما لاحظنا كي نبدأ في تونس حش جربي المرة اللي تعدت عدد مرات في تونس واليوم تلفزة تونسية تنتقل في عاصمة الأنوار باريس فالمركز الثقافي بأتمعنا الكلمة برشا شخصيات من الصحافة من المهندسين من التياتر لو موندو سبيكتاكل لو موندو دو سبور حاجة حلوة ياسر خاصة معنا ديزيغي حداد بالعيشة الليلة وخاصة المنظمة إيلان كيباغو صار تكريم نجم نقول اليوم التكريم هذا يرجع لتونس يرجع للتسامح يرجع للأخوية يرجع للعز يرجع للمحبة إن شاء الله نقولوا السلام ديما لتونس لا بي سيسكو اللي قلت بكري اللوتا سي كيلشو دو تري تري امبورطون في البريود هذه اللي تعيشها تونس والتروفي هذايا لو تروفي دو لا بي انا نقول مش السيفتي انا خاطر انا ننسحب دائما قدام العالم قدام الوطن قدام الشباب والتروفي هذايا نعطيه للشباب التونسي للشعب التونسي لتونسنا العزيزه. ميرسي ميرسي بوكو شي تالمون هوروز كون اي بو لو فيناليزي سيت ايفينمون دو سيت اني avec toutes les grèves que nous avons et que les gens aient pu venir quand même jusqu'à nous. Et surtout la présence de la Tunisie cette année spécialement avec Claudia Cardinal, Jean-Philippe Lustig, Jacqueline Taïeb et puis Azdine Ben Yacoub bien sûr et Désiré Belaïch. C'était une belle représentation et moi qui suis née à la Goulette. Il faut organiser cette manifestation à Tunisie. Je suis d'accord, mais il faut me donner la possibilité de le faire et je viens, absolument. La Tunisie pour vous ? C'est le pays où je suis née, c'est mon bonheur, c'est mon paradis. Vous aviez visité la Tunisie ? Bien sûr, j'ai tout visité. Juste avant, avec celui qui allait devenir mon futur mari, on a fait tout, parce que moi je ne connaissais que Tunis et la Goulette. D'accord. Et j'ai vécu jusqu'à 13 ans là-bas, et quand j'ai connu cet homme, il m'a fait visiter toute la Tunisie, du début jusqu'à la fin. On a fait tout un périple, et j'ai trouvé ce pays absolument merveilleux. Voilà. Et j'y retourne, bien sûr, souvent. J'y étais en 2014. On a fait un film qui est sur Bonheur TV qui s'appelle Retour à la Goulette, où je suis revenue sur les pas de mon enfance et à Tunis, parce qu'on habitait Tunis pendant l'année. J'allais à l'école à Tunis et pendant les vacances, on passait 3 mois d'été là-bas. Et vraiment, c'était extraordinaire, l'accueil des gens, la chaleur, la gentillesse. Et je me rappellerai toujours que le monsieur qui habite la maison, l'appartement où nous avions habité, il m'a dit « Vous êtes chez vous ici quand vous revenez pour faire un spectacle, je vous laisse l'appartement. » Je dis « Mais pourquoi ?» Parce que vous étiez là avant. J'ai trouvé ça. Et il nous a couru après, mais c'est sur Bonheur TV, vous allez le voir. Il vient après au moment où on s'en allait avec des pistaches pour la route, pour qu'on pense à lui pour la route. Voilà, c'était merveilleux. Moi, j'adore les Tunisiens parce qu'ils ont le cœur tout grand ouvert. أهمية ثقافة التسامح في الوقت الحالي وشوف التعايش التسامح التثاقب نعم التعايش التسامح احنا بلادنا بلاد التعايش داير اليوم كما شفتوا كلوديا كاردينال ميشيل بوجناح جون كلود بوتيي برشا شخصيات حكاوا على تونس اليوم جبت برشا بلادنا العزيزه يعني تونس كانت نموذج واحنا عندنا ثقافه التسامح كلوديا كاردينال كانت تحكي قالت انا استلت في حلق الواد وسايتي لها يعني لا ميس تونيزي قالت احنا كنا نعيشوا لو 15 اوت لمادون وكانوا التوانسه بالجاليه اليهوديه يعيشوا هم الكل واحنا التوانسه العرب المسلمين قالت لا تونيزي تان اكزامبل دو فيفر انصامبل التعايش في تونس يعني يهمنا واحنا في الاديان نتاعنا من مش غريب علينا احنا التعايش وثقافه التعايش دونك لازمنا اليوم نحافظوا على السلام وعلى السلم وتونس اليوم قاعده تعطي درس كما نرجع للانتخابات مره اخرى والمراه التونسيه اللي هي قاعده تلعب في دور كبير هذاك علاش حبيت نقول اليوم التروفي هذايا فخر تونس مرحبا من جديد بكل مشاهدينا مواصلين وباش نحكيو توا على سيني الشباب باش نقعدوا دائما في الاطار السينما والفن بحذايا ضيفتي منى بن حماد مخرجه شابه مرحبا بك منى مرحبا يسرى عايشك مرحبا بك وكذلك انت منسقه المشروع سيني الشباب قبل كل شيء باش نسالك شنو هو سيني الشباب شنو هو التظاهره هذه وقتاش بدات
وكذلك بعدو نحكيو شويه على البروغرام معناتها. اي سيني شباب هو كما اسمه يدل عليه سيني شباب هو يتوجه للشباب، هو مشروع سينمائي عباره عن منصه اعلاميه للشباب للتعبير على رواحهم عن طريق الافلام القصيره. يعني كي تقولي هوني شباب تقولي بيان سور لي جون اللي هما في الميدان الفني معناتها تاطيرهم وكله والفنون بصفه عامه سينما هكا معناتها. لا هو سينما. اي سينما بالاخص سينما. بالاخص اي هو يتوجه للشباب اللي عمره بين 18 سنه و 35 سنه اللي هو طالب سينما او طالب في فنون جميله او ولا. مهتم بصناعه الافلام ايه؟ او ناشط في نادي سينما. تري بيان. سينا شباب هو مشروع يعني نحبه من خلاله نعطيه فرصه للشباب، احنا الجامعه التونسيه لنوادي السينما باش يصنعوا افلام، نوفروا لهم دورات تكوينيه في جميع مراحل صناعه الفيلم، في السيناريو، في الكتابه، في الصوره، في المونتاج، ونعطيهم زاده منحه ماليه قيمتها مليار قيمتها مليون اورو مليون اورو 3 ملايين توانسه وشويه، وكذلك نتوجه لمنشطي نوادي السينما. 1000 اورو ولا مليون اورو؟ 1000 اورو. 1000 اورو فوالا يعني 3 ملايين شويه. مليون اورو تولي تو الكل باش يجيوك تو انت خارجه وني تلقى الناس كنت تستنى فيك. والمنشطي نوادي السينما على خاطر من بعد باش يتم انتاج برنامج تلفزي يتم فيه عروض الافلام هذيك ونقاشها. فوالا باهي خليني توا نحكي انتوما فما مسابقه بديت معناتها فتحتوا باب الترشحات لو 14 اوت ويقعد يتواصل باب الترشحات مفتوح لو 30 سبتمبر. اي تم فتح باب الترشح نهار 14 اوت للشباب هذايا باش يقدموا الافكار نتاعهم، ما نطلبوش سيناريو، نطلبوا ملخص نتاع فكره، وكذلك المنشطين نوادي السينما، واخر اجل لتقديم الترشح هو نهار 30 سبتمبر. نهار 30 سبتمبر دونك يكون فما جوست فكرة على البروجي. فكرة على البروجي هذا شنو طالبين معناتها؟ وإلا لازم يكون عنده فيلم سابق، فيلم قصير سابق أو فيديو مصور، فما لجنة التحكيم فيما بعد هي اللي تختار. من المستحسن يكون عنده تجربة سابقة. ضروري يكون ضروري. عنده تجربة ضروري. فوالا من لي نورم نتاع المشاركة. إنه يكون عمره بين 18 و 35 سنة وإنه يكون عنده تجربة سابقة. وعلاش حددتوا قولي الشاب السن معناتها 35 سنه؟ خاطر احنا نتوجهوا للشباب اللي نشوفوا معناتها اللي التحولات اللي قاعده تصير توا السبب فيها شباب، واللي هو توا مانيش نسمعوا في صوته، دونك احنا اخترنا اللغه البصريه باش هو يعبر على روحه عن طريق الافلام القصيره او نقاشات سينمائيه. وكنا معناتها انطلقنا في اللقاءات الاعلاميه، بدينا بمدنين نهار 4 سبتمبر، مشينا لمدنين نهار 11، مشينا للقصرين نهار 18، مشينا للسويسي مدينه المهديه، والبارح كنا في مدينه الثقافه اختتام اللقاءات الاعلاميه للمشروع هذا سينا شباب. باهي توا احكي لنا اللي يحب يشارك واللي معناتها يتم قبوله باش يشارك شنو هو ليزيتاب اللي باش يطبعها؟ وفي الاخر قلت لي فما جائزه ماليه، فما زاده دي ستاج لبرا هكا. في الاخر فما لا فما برنامج تلفزي وبرنامج تلفزي. المراحل اللي باش يتبعها المشروع هي باش تكون جميع المراحل ضروريه في صناعه الفيلم، اللي هما دورات تكوينيه، الجامعه تحب تخدم على التمكين للشباب من خلال الدورات هذه، باش تكون دورات في اللغه السينمائيه، في التحليل الفيلمي، في التصوير، في المونتاج، واثناء هوني نحكي على مختصين هما اللي باش يقوموا بالعمليه التاطير هذه. مختصين على الناس مختصين في معناتها في القطاع معناتها في الصناعه السمعي البصري او جينيرال. بالضبط اي في مجال السمعي البصري. بالنسبة للفئة المخرجين باش يكون معنا مديري تصوير، مخرجين، مهندسي صوت، وبالنسبة لفئة منشطي نوادي السينما باش يتكونوا في تقريات صحفية، في التحليل الفيلمي زادة، باش يتكونوا في جميع مراحل صناعة الفيلم كما قلت لك. ومن بعديكا فما المنحة المالية هذه اللي قيمتها 3 ملايين وشوية باش تتقدم لهم باش ينجوا الفيلم، أما زادة الجامعة توفر لهم الماتريال، معناتها باش تعطيهم دورات تكوينية، الماتريال ومن حماليه. بعديك نتعداو احنا لانتاج برنامج تلفزي تم فيه عرض الافلام هذه ونقاشها مع منشطي نوادي السينما. علاش اخترتوا باش يكون فما برنامج تلفزي؟ على خاطر هو المشروع منصه اعلاميه،
للشباب باش يعبروا على رواحهم عن طريق الافلام هذيك اللي تم انتاجها. منصه اعلاميه على خاطر نحبوا نعاودوا نشوفوا الافلام زاده في التلفز وعلى خاطر زاده يكون من بينهم باش توصل للخدمه نتاعهم ويتعرفوا عليهم الناس. بالضبط، ونحبوا الفرصه باش الشباب هذا يعرض الافلام نتاعو في التلفزه وتوصل للناس الافكار والنقاش، خاطر احنا نستهدفوا زاده الجمهور عبر النقاشات هذه. باهي، خممتوا في الشباب التوانسه، الشباب المقيمين بالخارج، ولا ينجموا يكونوا هما بيدهم يشاركوا معاكم، ولا جوست التوانسه اللي هون؟ الشباب المقيم بالخارج نجم هو يكون موجود معنا. لا، انتم خممتوا الا ينجم، معناتها هو مفتوح للعموم. كل شاب تونسي مفتوح. نجم يكون، نجم يشارك بطبيعه. مرحبا بكل الشباب اللي عمره بين 18 35 سنه. دونك مازال حتى لو 30 سبتمبر باش يقدموا الترشحات نتاعهم. شنو هو الميساج اللي تحب توصله منى؟ شنو تقول للناس اللي تحب تشارك، للناس اللي ربما يحس في روحه وعنده هو الموهبه اما بتدخل الخطوه الاولى تبدا ديما صعيبه؟ اي، على هذاك هو صحيح، الخطوه الاولى تبدا ديما صعيبه، خاصه في ميدان كيف ميدان يتطلب برشا تكاليف كيما السينما وصعبان. نقول له معناتها هذه تنجم تكون محاولتك الاولى، هذه فرصه فيها انك باش تلقى تكوين، باش تلقى ماتريال موفر، وباش تلقى منحه ماليه. نقولوا يقدم الترشح نتاعو، ونحنا مانيش مصعبينها، معناتها ما نطلبوش سيناريو كامل، بعد سيتم تطوير السيناريو في مرحله الدوره التكوينيه. دونك حكينا شويه على لي نورم للمشاركه، حكينا المسابقه في حد ذاتها، اللي يفوز شنو اللي باش يكون فما فايز واحد، ولا مش باش يكون فما فايز واحد؟ المهم التكوين في حد ذاته. لا، هي ماهيش مسابقه راهو، هي فرصه للشباب. وضحن، اي وضحن. هي ماهيش مسابقه. 3000 هذيك منحه. هي ماهيش مسابقه، ال 3 ملايين هذوكم سبفونسيون. معناتها دونك مش واحد بركه باش ياخذهم. لا، مش واحد بركه، اللي باش يتعداو الكل. اللي باش يتم قبولهم الكل اللي عندهم المنحه التكوين هذي. اي، هو من الاول يتم قبول 10 مشاريع افلام و15 منشط نادي سينما، بعديك الافلام باش تقعد سته، دونك باش يقعد عندنا سته افلام وتسعه من منشطين نوادي السينما اللي بهم زاده باش ينتجوا ريبورتاجات. دونك ما فماش مسابقه، هي ماهيش مسابقه، اما هي فرصه باش الشاب يصنع الفيلم نتاعو. اي، هذا هو يعني. يعني الافلام الكل عندها فرصه باش تتعرض من بعد، ماهيش مسابقه باش في الاخر باش يربح فيلم ولا حاجه، لا. والست افلام باش ياخذوا دي سبونسيون. هذا اللي هو الاهم، الكون في عوض الجائزه، هو كونك توفر انت الاطار وتوفر الناس اللي تاثر وتعطيه ثنيه صحيحه، ومن بعد توفر له برنامج تلفزي باش الخدمه توصل للناس. ديجا هذه ايتاب كبيره اللي تنجم، هذاك الهدف هو اكثر من كونك باش تعطيه جائزه ماليه اللي تنجم ما يوصلش بها لحاجه كبيره معناتها. بالضبط. وي، يعطيكم الصحه في البروجي، ان شاء الله ربي يوفقكم. وكلمه الختام نحبها معك منى. يعيشك، شكرا لكم. كلمه الختام اني ندعو الشباب هذايا انه يبعث الترشح نتاعو، تلقاو الاستماره على صفحه الجامعه التونسيه لنوادي السينما او على صفحه سيني شباب. هذا هو. ميرسي بوكو منى، يعطيك الصحه. يعيشك، بالتوفيق ان شاء الله. مواصلين توا مع تونس في عيون الاخرين، ثم نرجعوا مع ضيوف اخرين. احنا نعملوا في جوله صغيره، بالصدفه لقينا يعني المان مشاو لتونس، زاروا تونس خاصه الجنوب التونسي، باش يحكيو لنا شنو هي الانطباعات اللي اخذوها على تونس، اللي بقى في ذاكرتهم من تونس، اش يعرفوا على تونس. دانغ هي ابو شاب داس ان بيست ايرينورون. قال لك اللي عنده تو 30 سنه من اللي زار تونس، والذكريات اللي قبل 30 سنه مازالت في مخه وما نساهاش، وماذا به يرجع على قريب لتونس. شنو هي ذكريات، شنو هي الحاجات اللي بقاو في ذاكرتك؟ اساسا انا كوب في قبليبن في تونيزين. دي زهارة، يا دي زهارة. Wir waren an der Grenze zu Libyen, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir ein Nachtcamp gehabt und
Das war unheimlich heiß in der Nacht. Ne? Und dann haben wir gesehen, dass Leute sich nach draußen verkrochen hatten, haben draußen geschlafen. Wir waren in einem Container, es war so unheimlich heiß. Ich habe auch zwei oder dreimal in der Nacht geduscht. Ich wäre besser sofort rausgegangen, ja, weil es einfach kühler war draußen. Ne? Und jemand spielte mit irgendeinem Wüstenfuchs. Den hatte er, glaube ich, an der Leine. Also das hat mich schon fasziniert. قال لك عجبته هو عجبته كيفاش الحياه في الصحراء كيفاش الحياه عاديه غادي في الصحراء ما فماش لا كراهب ما فماش لا حد شيء اللي عجب مشوا للحدود تونس ليبيا وكما قلت نشوف يعني الجنوب التونسي مشوا لتطاوين مشوا لمطماطه مشوا لشنني واللي عجبته في الصحراء هو كيفاش يرقدوا في الليل غادي خاطر الدنيا سخانه وكيفاش عجبتهم كيفاش الناس ترقد غادي وبالنسبه لهم هما الصحراء كانت سخونه وهو كيف يرقد لداخل في العشره رقد لداخل شاف العباد التوانسه لبرا كيفاش راقدين لبرا وقال كيفاش هذوما الدنيا سخونه كيما هاكم هما راقدين لبرا حتى هو خرج حاب يجرب لكن ما نجمهاش خاطر الدنيا سخانه برشا. Hat auch sehr gut gefallen und am schönsten fand ich persönlich die Oase von Tousseur. Das fand ich beeindruckend. Man hat diese lange Fahrt und kommt dann in diese Oase. Man kann es sich ja nicht vorstellen. Wir kennen es ja so in Deutschland nicht. Das hat mich sehr beeindruckt. Fand ich ganz toll. Und der Kamelritt, das war toll. Durch die Oase. Das war super. اللي عجبتها هي في توزر وندخلوا للواحة ونثم نخلوا كل شيء وأول مرة في حياتها عملت ركبت على الجمل واللي عجبتها في الواحة كيفاش يحوسوا بالجمل وهذيك قعدت في مخها النوبليابل الماء. Das ist alles gut, man trägt es dort und es hat ja auch eine Berechtigung, es ist sehr heiß, es ist sehr angenehm, wir schwitzen ja immer luftig, ja. Da haben wir kein Problem mit, alles gut. Und Henna ist immer schön, ich färbe selber die Haare mit Henna. قالت لك اللبسه نتاع غادي عجبتني خاطر في الدنيا سخونه وكتبدا المراه ولا الراجل لابسين الجبه وهذيك تدخل الهواء من كل بلاصه باهيه وعجبتها عملت الحنه غادي في تونس وديجا هي توا من اللي روحت من تونس شعرها تصبغ فيه كان بالحنه جبت الحنه التونسيه وتعمل في شعرها بالتونس الحنه تعمل فيها بشعرها ناتور كل شيء طبيعي حنه طبيعيه وكل شيء طبيعي وواحد يفرح كيشوف ألمان ولا فرنسيس ولا حاجة اللي عندهم عندهم باش نقولوا يقولونا جود مورنينغ einfach jetzt zum Schluss einfach so guten Morgen Tunesien und ja guten Morgen Tunesien es hat uns sehr gefreut es war sehr schön Sie hier zu treffen ja mal etwas anderes im Urlaub ganz toll Tunesien am Bodensee السلام تونس Tunesien مواصلين وبحذية سمية جبنون مرحبا بك سمية سمية هي مسؤولة على اتصال في سنترال تونس بعد باش نحكيو على معرض جماعي فيه أجانب وفيه توانسة قبل هذا باش نمشيو للكيف ونعاودو نرجعو معاك وديع حتى نشوفو وين وصلت باختصار وين وصلت النشاط في المسرحي في الكيف تفضل وديع الكلمة ليك شكرا لك يسر الان تعقد ندوه علميه هامه السؤال المطروح هل نحن في حاجه للمسرح لعله سؤال جوهري مطروح على اهل المهنه مطروح على الباحثين على النقاد معنا الاستاذ منير العرقي احد المتدخلين في هذه الندوه والمسؤول على اداره المسرح بوزاره الشؤون الثقافيه مرحبا بك منير مرحبا وديع وحشناك ربي يفضلك اذا سؤال جوهري طرح في هذه الندوه في هذه الدورة أيضا هل نحن بحاجة للمسرح بالفعل؟ بالفعل هو سؤال محير أنا سؤال في الحاجة إلى المسرح وبعدها علامة استفهام ونقطة تعجب معناها يخلي الواحد يفكر اسكو احنا مازلنا حاشتنا بالمسرح ولا هو حاشته بينا أولا أنا نجاوب كمبدع ونقول طبعا أنا في حاجة إلى نمارس كياني المسرحي معناها أنا فما واحد صحافي مثلا أنت يقولك تقوم في الصباح تعمل ريبورتاج ولا تكتب ولا تنشر أنا زادة يلزمني نعمل مسرح باش نجم نعيش باش نولي سوي باش نجم نفيد لهل ترى المسرح المواطن التونسي في حاجة ليه ولا كان حلو المسرح جملة شنو يصير يواصل يعيش لأنه ما هوش مهتم كفاية بهذا المسرح حبينا نتسائل لماذا
اسكو المواضيع اللي تطرق لها المسرح التونسي بعيده شويه، فما هو بين المتفرج وما بين المبدع التونسي ام لا؟ منير هات نبسط السؤال اكثر. تونس تعيش على واقع احداث غريبه الاطوار متسارعه بشكل سريالي احيانا، الى اي مدى المسرح استطاع ان يسير هذا الحراك؟ هو الحقيقه المسرح التونسي مازال في وضع الصدمه، يعني من اللي صار في تونس الثوره يعني شأن المواطن العادي، في حين ان المسرح في العاده هو فعل استشرافي. اي بالفعل، لكن ما ينجمش يقدم تو البديل. هو تنبأ المسرح التونسي، تنبأ بالازمه، تنبأ بهذا التشظي في الشخصيه التونسيه، تنبأ وانه لا بد من ثوره، نادى بهذه الثوره، لكن الان لا بد له ان يؤسس لفعل دائم، لفعل مسرحي، لرؤى جديده تتماشى مع الوضعيه الجديده. بطبيعه الحال هذا ياخذ شويه وقت، ما زلنا في تونس نترجموا في نصوص عالمية، وهذا من غير شك معناه شيء هام، لكن أين الميثولوجيا اليومية؟ وين مشاكل المواطن التونسي؟ هك تشوف معناه المسرحي ولا مثله مثل السياسي، مثل النقابي، لا يلون رأيه ولا يزين ولا معناه يعطيه أسلوب فني، وإنما هو بيدو أصبح خطاب مباشر، خطاب معناها تقول أنت فيه كثير من الحماسة، يتواصل كأنه سياسي في بلاتون تاع التلفزة، في حين دوره أهم بكثير. نعم، سؤال أخير، يعني مسرح المهجر والمسرحين التونسيين المنتصبين في الخارج، إلى أي مدى وزارة الثقافة فكرت فيهم في إطار هذه التجربة؟ هو الحقيقة من قبل كان فما عناية بالفنان المهاجر، والسنة الفارتة أظن وأنه فما أقيمت معناها أيامات للفن للإبداع المهجري، وكانت هناك دعوة للفنانين السينمائيين والمسرحيين، وكذلك هناك اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة في هذا الصدد. نتصور هذا هام جدا، وأنه المبدع اللي في المهجر يجي ويعرض باش احنا نفهم هذا المبدع اللي تتوفر له إمكانيات كبيرة خارج تونس، كيف يبدع وكيف يتألق، هل يحكي تونس التي أنشأته أم يحكي الإنسان اللي فيه. شكرا لك وديع، شكرا لك. كانت هذه المصافحة الأخيرة انطلاقا من عاصمة المسرح الكاف. طبعا أنا أجيب على السؤال، طبعا نحن في حاجة للمسرح، لأن المسرح هو فعل الإنسان، هو نبض الشارع، هو الحياة. خط عندك يوسف، تفضل. شكرا لك وديع، الوقت يزرب فينا، ذيك علاش باش لازمنا نكملوا مع ضيفتنا، وبجينا باش نعطيو الكلمة للأخبار. دونك مرحبا بك مرة أخرى سمية جبنون. دونك قلنا سمية مسؤولة على الاتصال في السنترال تونس، احكي لي شوية على المعرض كيفاش. قلنا معرض جماعي في مشاركين من برا ومن تونس، والفكرة في حد ذاتها شنو؟ الفكرة في شوية وقت. ان فيت سنترال تونس سي ان غاليري دار اسباس ارتستيك في قلب الوسط البلاد في تونس، في 15 شارع كارتاج تونس. نظمنا معرض فني مع زوج فنانين من البولوني، عاشوا بحذانا 6 اشهر في تونس، وبشي يسكروا البريود اللي عاشوا فيها في تونس بحذانا، هما قررنا نعملوا معاهم معرض فني. المعرض الفني اسمه سايت لاينز، نحب نسميه اكثر انه هو تجربه فنيه، اكسبيريونس ارتستيك، على انه معرض فني، خاطر الفنانين هذوما يخدموا على الفن، فن الفيديو، يعني صور من المعرض، يعملوا دي بروجيكسيون فيديو بال حاجه ديفيرونت وحاجه جديده. الفنانين هذوما من خلال البيريود اللي عاشوا بحذاها في تونس قابلوا فنانين توينسا ومش توينسا زاد يعيشوا في تونس، وبش يسكروا العيشه بحذاهم بحذانا، حبوا يعملوا كل ريزومي على البيريود اللي عاشوها في تونس من خلال المعرض هذا. استدعوا فنانين توينسا، فما علي تناني، فما ايمان بالرحومه، زاد فما وديع مهيري، وزاد استدعوا فنانين ماهمش توينسا ما يعيشوا بحذانا في تونس، كما الفنان العراقي محمد غسان، واستدعوا زاد فنانين من برا اللي الفنون نتاعهم تعبر على الحاجات اللي عاشوها في تونس. استدعوا فنانين من روسيا، من بولونيا، من امريكا، من فرنسا. المعرض هذا ما اختاروا له زاد مكان شويه سبيسيال، خاطر هما حابوا يوريو الذكريات والتجارب الشخصيه نتاعهم، حابوا يلائموها مع المكان، مع الفضاء العام، باش ينجموا يعملوا التجربه هذه. اخترنا لامبريمري فينزي، في هي امبريمري قديمه ايتي كريي عام 1829، وهي قاعده انتاكت كيما هي.
المكان هذا رمزي شويه خاطر قبل في تاريخيا كانوا يتبعوا فيه المنشورات الكولتوريل والانديبوندونت. اختاروا المكان هذاك خليوه كيما هو ويعرضوا فيه الفنون هذوما. جوست نحب المزج هذا او التوأمه هذه اونتر الفنون والتجارب المختلفه، شنو الغايه منها؟ الغايه منها المشاركه مع العالم، معناها الغايه منهم لو بارتاج، معناها انا عشت بحذاكم عشت تجارب نحب نوريها للعبيد وجبت لكم تجارب من برا ونحب نشارككم التجارب هذيا باش حتى نحن فنانين من تونس يمشيوا لبرا يخرجوا لبرا يشاركوا بالفن نتاعهم لبرا باش يكون فما واحد يتنقل هو في مكانه يتنقل في هو في مكانه. جوست حبيت ناكد اللي هو المعرض هذايا معرض اف ام اخ على ثلاث ايام بركه بدا لو 19 لو 20 واليوم اليوم لو 21 لو 21 من الخمسة نتاع العشيه حتى تكشي ثمانية نتاع الليل. أبار الفنانين اللي موجودين على ثلاثة أيام اليوم فما اون بيرفورمانس سبيسيال دو بيرفورمانس مع علي تناني ووديع المهيري ومحمد غسان. دونك أربع نهج روسيا تونس. ميرسي بوكو يعيشك صحة سمية جبنون. ميرسي والوقت في صافي يزرب. شكرا لكم ونوفي قبل شوية باش نعطيو الكلمة لقسم الأخبار. دونك ميرسي بوكو لكل مشاهدينا، شكرا لكل من تابعنا اليوم على امتداد بثنا المباشر. نتلقى إن شاء الله الأسبوع القادم.